أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الهيئة نت تسجيل 54 حالة انتهاك بحق الصحفيين ووسائل الإعلام. في الجزيرة نت، واشنطن تدين قمع المحتجين، 70 جريحا بمواجهات في النجف وحراك سياسي لاحتواء التوتر. في الشرق الأوسط، بومبيو يقول إن تدخلات إيران وراء احتجاجات المنطقة. في العرب اللندنية، حكومة بغداد تفقد دعم العشائر بعد مذبحة الناصرية. في العربي الجديد، استمرار المظاهرات بالعراق وواشنطن تدين القمع. في عربي 21، غدا تقبل استقالة عبد المهدي غضب مستمر في العراق. وفي القدس العربي، سوريا النظام يرتكب مجزرة جديدة في إدلب ويقتل 15 مدنيا. أهلا بكم، ومن العناوين ننتقل وإياكم إلى ما اخترنا لكم من مقالات، البداية بهذا المقال المنشور في صحيفة المدى وجاء في مطلعه: ليس صحيحا أن الحياة السياسية في العراق كلها سوداء وقاتمة، فهناك جوانب مضحكة كثيرة بل وساخرة، ولمن لا يصدق عليه مطالعة التصريحات الأخيرة لنواب وقادة كتل سياسية حول رئيس الحكومة الجديدة. مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. وذهب الخيال بالبعض إلى أن وضع قائمة مختارة تنوعت، مبتدئة بعزة الشابندر ولم تنتهي عند البروفيسور علي شكري. في الجانب الآخر، يضحك المحتجون من أسماء المرشحين، أكثر من 20 اسما طرحت تتراوح سيرتهم بين اللعب على الحبال والفشل في إدارة وزارة ونهب ميزانياتها. أسماء البعض منها مضحكة وأخرى مبكية، وجميعها تذكرنا بما قاله عمنا المتنبي ولكنه ضحك كالبكاء. الأحزاب تريد أن تعطي للعالم انطباعاً بأننا دولة ديمقراطية، مع أن جميع الخيوط في اليد اليسرى للجارة الأرجنتين. لا تريد الأحزاب المتنفذة للمواطن العراقي حتى تخيل رئيس وزراء يلبي مطالب المحتجين، ولذلك لا تؤخذ الكراسي إلا غلابة. مع الاعتذار لأمير الشعراء أحمد شوقي الذي ظل يذكرنا وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة. فالمطالب الحقة لا تؤخذ بالتمني ولكن تؤخذ غلابة. بإصرار الشباب على أن لا يتركوا ساحات الاحتجاج قبل تحقيق حلمهم، أريد وطن. ولهذا يا أصدقائي في ساحات الاحتجاج، عليكم أن تبقوا مشاغبين وأن تتمسكوا بحلمكم بقوة، فهو طريقكم الوحيد لكي ننجو من الغرق في رمال القوائم العابرة للطائفية. اليوم نشعر جميعا أننا وسط حلبة مصارعة نتلقى فيها الضربة والأخرى دون أن يلوح في الأفق أي تغيير في ميزان القوة لصالحنا. هل نصمت وننعزل أم ندفع أعمارنا في البحث عن وطن بوسع أحلام الأجيال القادمة؟ اليوم المواطن العراقي ومن ساحات الاحتجاج يعبر على جثة الاصطفاف الطائفي، لأنه أدرك أن التغيير الحقيقي الذي يستحقه لا يعني تغيير السلطة أو وجوه الحاشية أو استبدال جماعة طائفية بأخرى أكثر طائفية. الآن نذهب وإياكم إلى هذا المقال المنشور في صحيفة القدس العربي وجاء في مطلعه: لقد شكلت مذبحة الناصرية محطة مهمة من محطات حالة الصراع المفتوح بين الرهان الحكومي على إنهاء الانتفاضة أو احتوائها وتصميم المتظاهرين على الأولويات الوطنية واستعادة الدولة وإعادة بنائها من جديد، بينما الأجندة الحكومية قائمة على أساس الحل الأمني وتخوين المنتفضين واتهامهم بالعمالة لإسرائيل وأمريكا واختطاف الناشطين البارزين وتغييبهم أو قتلهم.
مقال للكاتب مثنى عبد الله منشور في صحيفة القدس العربي. في فجر الخميس الماضي 28 نوفمبر، أبى المجرمون من دهاقنة العملية السياسية في العراق إلا أن تكون بواكير هذا اليوم جريمة بشعة أخرى تضاف إلى سجل جرائمهم. فعلى جسر الزيتون في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، تقدمت آليات عسكرية ضخمة لإزالة خيم المتظاهرين. وعندما تصدى لها الشباب، فتحت القوات العسكرية نيران أسلحتها عليهم، حيث كانوا قد اتخذوا من جسر الزيتون منصة لحراكهم ونصبوا عليه خيامه. ومن تسنى له مشاهدة بعض اللقطات المنشورة يستطيع أن يرى بوضوح نزول العشرات من العناصر المدججين بالأسلحة وهم يصوبون بنادقهم بشكل مباشر ضد المنتفضين متقدمين نحوهم بسرعة، وكأنها عملية التحام مع العدو في أرض المعركة وليس مع متظاهرين سلميين عزل من أي سلاح أبيض أو أسود. فيقتل بدم بارد أكثر من 40 شاباً ويجرح المئات منهم في أبشع مجزرة مروعة ضد شباب أبرياء. وأمام هذا الحدث الجلل لم تجد الحكومة غير إعلان حظر التجوال لإخفاء جريمتها القذرة. ومع انتشار خبر الجريمة تجمع أهالي الشهداء أمام مقر الفرقة العسكرية التي ارتكبت الحادث وقاموا بحرق المقر، كما تداعت عشائر المحافظة وهددت بحمل السلاح ضد القوات الحكومية إن دخلت المحافظة، فيما شارك الآلاف في تشييع جثامين الشهداء. يتابع عبد الله أو مثنى عبد الله إن دماء الشباب المنتفضين التي سالت على جسر الزيتون في الناصرية وفي ساحات التظاهر في بغداد ومدن الجنوب كلها خاصة ومدن العراق بشكل عام، إن هذه الدماء يجب أن يكون لها ثمن غالي تدفعه الطغمة الفاسدة التي تسلطت على البلاد وأذاقت العباد شتى صنوف الذل والهوان. الآن إلى واشنطن بوست، وفي مقال منشور فيها جاء بمطلعه: القوى السياسية تتخبط في تنفيذ مطالب المتظاهرين. جاء ذلك في مقال حيث قال فيه كاتبه إن حسم الموقف في البرلمان جاء بينما اصطدم محتجون مع قوات أمنية في بغداد ومدن أخرى كجزء من محاولة لإسقاط نظام يحابي نخبا رجعية. المتظاهرون حيث الآلاف منهم يعتصمون في ساحة التحرير وسط بغداد دعوا إلى تشريع قانون جديد للانتخابات ووضع حد لنظام المحاصصة في تقاسم السلطة وسرقة موارد البلد من قبل نخب سياسية متنفذة. الحركة الاحتجاجية الراسخة التي مضى عليها شهران الآن قد شكلت أخطر تحد يواجهه النظام السياسي العراقي منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وكشف مسؤول من حقوق الإنسان الأحد طالباً عدم ذكر اسمه عن مقتل أكثر من 430 متظاهراً خلال الاضطرابات. المسؤولون مكبلون أيضاً بالتفضيلات السياسية لقوى خارجية مثل الولايات المتحدة وإيران اللذان كان لهما دور كبير في مساومات جرت وراء الكواليس قبيل تعيين عبد المهدي العام الماضي. جاء في واشنطن بوست أيضاً إن فعالية إيران الآن ليست نفسها التي كانت قبل الاحتجاجات. المسؤولون الإيرانيون لم يعودوا أحراراً لتشكيل حكومة مقربة من طهران. ومن واشنطن بوست ننتقل وإياكم إلى العرب اللندنية، وفيها مقال جاء في بدايته: صار رحيل الطبقة السياسية هو المطلب الرئيس بالنسبة للمحتجين، لن ينتهي الفساد من وجهة نظرهم إلا بإسقاط النظام كله ونهاية زمن الأحزاب. مقال للكاتب فاروق يوسف نشرته صحيفة العرب اللندنية.
ليس من المتوقع أن يستسلم النظام الطائفي القائم في العراق بمجرد ارتكاب مجازر في حق متظاهرين عزل خرجوا إلى الشارع احتجاجاً على من تهوا إليه من أوضاع معيشية مزرية بسبب سياسات ذلك النظام القائمة على تغليب الفساد على المصلحة الوطنية. من سبق له وأن تعرف على بنية ذلك النظام الهزيلة يدرك جيداً أن عناصره مطمئنة إلى استمرارها في الحكم إلى ما لا نهاية بفعل حماية أمريكية إيرانية مباشرة وغير مباشرة. سبق لها أن أفرغت العراق من محتواه الوطني ووضعته على طريق الانزلاق إلى مستنقع الطائفية التي هي من وجهة نظر الطرفين لم تعد سياسية بل اخترقت تاريخ العيش المشترك لتتحكم في قدرة المجتمع العراقي على تسوية أحواله. غير أن الشعارات التي رفعها المحتجون أكدت أن جزءاً من الخيال الأجنبي الإيراني الأمريكي وما لحق به من خيال محلي لم يكن قد أقيم على أسس صحيحة، وأن العراقيين الشيعة الذين أوهموا بأن الحكم صار بيدهم يشكلون الجزء الأكبر من الفئة المحرومة التي تزداد فقراً بسبب غياب المشروع الوطني الجامع. يتابع فاروق يوسف. اكتشف المتظاهرون في عموم المحافظات العراقية أن الصبر الذي مارسه أباؤهم في مواجهة الفساد في انتظار لحظة فرج تأتي من عالم الغيب ليس له معنى ولا يمكن أن يقود إلى نتيجة يمكن التعويل عليها، فالفاسدون قاموا دولتهم المحصنة داخل الدولة العراقية المهلهلة والمهترئة والرثة، وهو ما ساعدهم على الاستيلاء على ثروات الشعب العراقي وإحالتها إلى حساباتهم الشخصية خارج العراق، تاركين أغلبية الشعب العراقي تعيش في حالة من الفقر والفاقة. الآن ننتقل وإياكم إلى هذا المقال المنشور في صحيفة العربية الجديد، وهو عن أحزاب العملية السياسية الطائفية في العراق التي لن تمرر بحسب الكاتب ولن توافق على أي تغيير حقيقي. جاء ذلك في مستهل مقال للكاتب ولاء سعيد السامرائي. نتابع. أحرق متظاهرو ساحة التحرير في بغداد وسط هتافات هذا الشعب كل عرف هذه الوثيقة بلا شرف. الورقة التي صدرت عن اجتماع 12 حزبا وكتلة سياسية وسميت وثيقة الشرف تضمنت إجراء 40 إصلاحاً تتعلق بمطالب المتظاهرين في العراق أمهلت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تنفيذها خلال 45 يوماً أو الاستقالة. ولعل الهتاف الذي صرخ به مئات المتظاهرين أعلاه وهم يحرقون مجسماً لبنود الوثيقة يعكس رد الفعل الحاد الذي أحدثته حزمة الوعود الحزبية غير الجديدة بل والمكررة. اعتبر المتظاهرون الوثيقة إجراء إضافيا للضحك عليهم واستهزاء بمطالبهم واستفزازا لمشاعرهم، لأنها ليست المرة الأولى التي تطرح الأحزاب مثل هذه الوثائق، فقد سبق وأصدرت عديدا مثلها في الحكومات المتعاقبة من دون أي تفعيل ولو بسيط لبنودها يستجيب لمطالب إنهاء الفساد أو معالجته والقيام بإصلاحات في قطاعات الدولة المنخورة. لقد استبشر العراقيون بداية الأمر بحكومة حيدر العبادي السابقة حينما قال إنه سيضرب الفاسدين بيد من حديد وإن محاربة الفساد ستكون من أولويات حكومته، ولكنه بعد الخطوات الأولى لإقالة مستشاري رئيس الجمهورية الثلاثة التي باءت بالفشل بقرار المحكمة الدستورية انقلب على وعوده وصمت مفسحا المجال لاستمرار الأوضاع كما كانت عليه. ولاء سعيد السامرائي يتابع قائلا إن وثيقة الشعب السامية فقد ولدت من رحم الآلام ومعاناة ملايين العراقيين الذين قدموا أرواحهم ودماءهم ودموعهم ليعلنوها بخروجهم مطالبين بعزل الطبقة السياسية وكل أحزابها التي جاءت بعد 2003، ليكون هذا الخروج الوثيقة
الاستحقاق استفتاء ثوريا وعفويا وديمقراطيا وشرعيا بكل المقاييس لكل المطالب. استفتاء أسقط مفهوم حكم الأقلية الحزبية والطائفية وأبطله لكي يؤسس لحكم الشعب من حكومة وبرلمان منتخبين. الآن إلى مقال منشور في صحيفة الحرة وجاء في مطلعه تساؤل: هل يقدم النموذج الإيراني غير الميليشيات؟ سؤال للكاتب رستم محمود في مقال له على موقع الحرة. أنتج التوجه الإيراني مواجهات اجتماعية وحروبا أهلية شديدة القسوة، لكن وطوال هذه السنوات الكثيرة لم ينتج هذا النفوذ الإيراني إلا أشكالاً منوعة من الميليشيات المسلحة التي كانت على شكل خرسانات من القوة المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة والقانون العام والمستميتة في سبيل الهيمنة العنيفة على بنى هذه الدول وحساسيات مجتمعاتها الداخلية والإطاحة بتوازناتها الأهلية. منتجات الهيمنة الإيرانية لو قورنت بمنجزات عقود هيمنة المستعمرين الأوروبيين التي ساوت تقريبا سنوات الهيمنة الإيرانية هذه، فإن هناك فارقا جوهريا سيظهر للعيان. لأجل ذلك فإن ثورات التحرر من النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان والعراق وحتى في إيران نفسها ستكون حالة مواجهة محظة مع هذه الميليشيات التي فيما لو انهزمت في لحظة ما فإن هذه المناطق ستتعايش طويلاً مع تراث وأثر تلك الميليشيات على مجتمعاتها، وستكتشف فواتاً تاريخاً مريعاً أحدثه هذا النفوذ الإيراني الذي حكر طاقة الهيمنة الاقتصادية والسياسية العليا في هذه المناطق على ديناميكية واحدة دون غيرها. في المحصلة أثبتت جميع التجارب ومحاولات الهيمنة التي استخدمها النظام الإيراني في مختلف دول المنطقة، أثبتت بأنها مجرد إنتاج بائس للتنظيمات الميليشياوية، وإن كانت في بعض الأحيان على شكل أنظمة حكم راسخة، يقول الكاتب. الآن إلى هذا الخبر المنوع الذي اخترناه لكم. قدمت الصين عرضاً آخر للرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي، لكن هذه المرة ليس قرضاً أو صفقة تنقيب عن النفط. فقد كشف دوترتي أن بكين عرضت عليه أن يمتلك هاتفاً محمولاً لا يمكن اختراقه، لكنه رفض. وقال الرئيس الفلبيني أنه سيطلب من نظيره الصيني شي جين بانغ ليعرف سبب احتمال قطع بكين للطاقة، مشككاً في الوقت نفسه بقيامها بهذه الخطوة نظراً للعلاقات القوية مع بلاده. وتساءل عن السبب المحتمل لقيام الصين بقطع الشبكة أو التجسس على الفلبين، مضيفاً أنهم لا يحتاجون إلى هذه الشبكة، ومعترفاً بالوقت ذاته باحتمالية وجود جواسيس في بلاده. الآن إلى الكاريكاتير.
نهاية صدى الأقلام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.